واكتر من اللي كان. اللي افترى زاد، وهم دول اساسا الحكومه دي لازم تتشال، والبيبلاوي ده لازم يتشال. المفروض ما يباتش الليلات ولا يسمح يقعد على الكرسي ولا يخش الوزاره ولا ايه؟ فين العدل اللي احنا تعلمناه؟ دي عندها 33 سنه، تمر في المخ، هي قالت لي كده 3 مرات، كان لها عقه مش معمول لها. فين الحريه والعداله الاجتماعيه؟ انا بمشي اقع في البيت، انا كل امراض وعايشه على جنب واحد وعامله استكشاف، وكل امراض ما بناخدش برشامه من التامين، نعمل ايه؟ هنضل نشحت في الشوارع احنا ولاد ناس؟ هو بهدلنا اللي اسمه البيبلاوي ده وحكومته، وبعدين احمد البرعي اللي بيقول تصالح، تصالح مين؟ هو قاعد يتكلم وخلاص ومش فاهم حاجه خالص؟ دول مش صف خامس ولا طابور خامس، ده طابور الف والف والف، ده حكومه ما مش... انا مش هتقول كلام اكتر من كده. انا لو هيعدموني ليلادي دول ما يباتوش، دول ما يباتوش، حرام اللي بيحصل فينا ده، ده افترا. بياخدوا فلوس ازاي؟ ياخدوا فلوس واحنا نجوع؟ يباتوا واحنا نتبهدل؟ حكومه ايه؟ ده اليهود والاسرائيليين احسن منهم، اقسم بالله اليهود والاسرائيليين احسن منهم. يعني حرام اللي بيحصل فينا ده، انا مش لاقي